خلينا بقى نكمل ونبدأ أول الكلام بحفل جوائز الفيفا ذا بيست طبعا 2023. العالم كله بيتابع الأحداث اللي من هذا النوع. هو أقيم في لندن بحضور طبعا يعني مجموعة كبيرة جدا من نجوم العالم، وكان رئيس الفيفا طبعا أنفانتينو متواجد. الجوائز البعض منها كان يعني مش مفاجأة، يعني مثلا لو هنتكلم فاز ميسي بجائزة الأفضل في العالم 2023، والبعض علق، أنا بحب أتابع التعليقات، البعض علق قال لك مش كفاية بقى ميسي، يعني من كتر ما هذا الرجل او هذا اللاعب بيكسب جوائز دايما، الناس قالت لك خلاص بقى يعني مش لازم بقى نسمع ميسي كل مره. لكن طبعا ده بيكون على سبيل الهزار، لان الموضوع عارف لما بيبقى حد واصل لسقف كل حاجه، سقف النجاح، ما هيروح فين بعد كده، فبيبقى اللي هو عايزين نشوف وجوه جديده. باب جوارديولا برده طبعا مدرب مانشستر سيتي فاز بجائزه افضل مدرب في العالم لعام 2023، والمنتخب البرازيلي توج بجائزه الروح الرياضيه واللعب النظيف في العام 2023. حارس المرمى أدرسون برضو حارس مرمى مانشستر سيتي توج بلقب أفضل حارس مرمى، وكان هدف جيرم فاز برضو بجائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2023. نروح بقى لبيلينغهام برضو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب إنجلترا اللي فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم، وأصبح تاني أصغر لاعب يعني في التاريخ بيحقق الجائزة بعمر هنا عنده 20 سنة بعد مبابي كان عام 2018 لما فاز فيها. كان وقتها اعتقد مبابي 18 سنه، كان اصغر منه كمان. فجوائز كتيره جدا عايزين نتكلم في تفاصيلها. عايزين نتكلم برضو لان في ناس مش فاهمه هو التصويت بيتم ازاي، يعني التصويت نفسه بيتم ازاي. خلينا ناخد لو المكالمه والتليفون جاهز يا جماعه الاستاذ هادي المدني الناقد الرياضي، وهو واحد من الصحفيين اللي صوتوا في الجوائز الخاصه بالفيفا. يا استاذ هادي انا بصبح عليك طبعا في البدايه صباح الهنا. صباح الخير استاذ نهاوند، واهلا بمتابعين حضرتك. اهلا بيك، وخليني ابدا معاك كده. اولا رايك ايه في نتائج الجوائز، وايه كمان اللي كان خلينا نقول مفاجاه في النسخه دي بالنسبه لك؟ اعتقد ان صعب جدا لما نبقى بنختار من ثلاث اشخاص من كل بلد، كل عضو في الفيفا بيختار، صعب ان احنا نتوقع شيء. طبعا كل واحد مننا في اللي اختار ميسي هو مستغرب ازاي حد اختار هالاند، اللي اختار هالاند بيتكلم ليه ميسي يفوز وهو ما حققش بطولات مهمه في 2023. مظبوط. فاحنا دايما هنعيش الاجواء، التوقعات دي مستحيل هتجتمع على شخص واحد لان اكتر من 100 بلد بيختار. لذلك هنشوف مثلا في وقت من الاوقات ليه روبريخا ما كسبش، ده قدم موسم ممتاز، ليه انيستا ما كسبش، ليه تشافي ما كسبش، وفي احيانا اللعيبه دي نفسها بتطلع تقول لا ميسي احق. ميسي حاله استثنائيه في كره القدم، وربما يكون ده نهايه الحاله الاستثنائيه عشان ما نشوفه تاني في الجائزه اعتقد بوجوده في الدوري الامريكي. يعني انا بتفق معاك جدا، لان برضو موضوع او تحديدا اسم هالاند ناس كتيره كانت بتقول لو هالاند ما ياخدهاش ليه، هالاند يمكن الى حد ما فعلا احق. على كل حال يعني انت من وجهه نظرك مبابي وهالاند وميسي جائزه الافضل، انت كنت متوقع ان او كنت شايف ان ميسي فعلا هو الاحق بيها؟ الحقيقه ما كنتش متوقع لاني ما اخترتش مبابي وميسي، بس يعني اختاروها بشكل فردي بحت، الاثنين عندهم ارقام فرديه معقوله، مبابي يمكن كمان اكتر من ميسي، هالاند كمان عنده ارقام فرديه وعنده البطولات، يمكن علشان هالاند الناس بتتكلم دايما ان كل الفريق بيساعده، في حين ان ميسي ومبابي في حد ذاتهم فريق يعني. هنشوف السنين الجايه كمان نفس الكلام، نفس الديبيت بتاع هو ليه مثلا بيلينجهام ما كسبهاش، يعني باعتبار اكتر لاعب متالق في العالم حاليا، لو لقيتها راحت لهالاند ولا امبابي ولا حاجه. طبيعي طبيعي الجدل ده، يعني اعتقد برضو امر ممتع في الاول وفي الاخر، المتعه ان انت تصوت وما تبقاش عارف مين اللي هيفوز، دي اكيد متعه ومصداقيه في نفس الوقت. طبعا متعه كره القدم في الجدل اكتر من ممارستها يمكن، واحنا عندنا ما شاء الله المتعه دي، المتعه دي عندنا متوفره جدا، يعني الجدل عندنا جدل عندنا حدث ولا حرج. تيجي تشوفي مين افضل نادي في مصر ومين افضل لاعب في مصر، صعب الجو دي لا افضل نادي معروفه بقى، بس مش مشكله. يعني بالنسبه للشكل عام يعني. طيب عايز اعرف اكتر عن تصويتك انت، يعني انت صوتت لاكتر من جايزه، مفروض قول لنا مين تاني.
انا اخترت رقم واحد هالاند في اللاعبين، وفي المركز الثاني كان رودري لاعب مانشستر سيتي للجميع تجاهله يمكن، وفي المركز الثالث كان اوسيمين لاعب منتخب نيجيريا ونابولي. بالنسبه للمدربين كان اختياري لجوارديولا ولوتشانو سباليتي وانزاجي. في حراس المرمى كان افضل حارس بالنسبه لي كورتوا، وبعديه ايدرسون، والمغربي في المركز الثالث ياسين بونو. ياسين بونو. طيب هل كان صلاح، لان السؤال ده ناس كثيره كانت عايزه تعرف، يعني هو اصلا كان في القائمه النهائيه للتصويت ولا ما كانش موجود؟ لا الحقيقه محمد صلاح للاسف ما كانش موجود في القائمه النهائيه خالص. الفيفا رشح مجموعه من الاسماء، صلاح ما كانش منها، وكمان صلاح ما كانش موجود في القائمه المرشحه لاختيار افضل فريق في العالم. طيب انا قبل ما اختم معاك عايزه برضو اعرف منك الاجواء هناك، التنظيم هناك، الحضور هناك، التغطيه الاعلاميه والصحفيه، يعني خلينا نعرف منك كده بشكل حي شويه الاوضاع كانت ازاي والاجواء. هو الامر منظم تماما، ومفيش اي مجال نقدر نتناقش فيه عن تلاعب او اي شيء من دايما بيتردد نقطة في كويس. لان التصويت بيتم من خلال تطبيق بيوصل للشخص فقط اللي من حقه يصوت، والشخص ده بيصور نفسه اثناء التصويت وبيوقع بايده. ففكره وكمان الجهه المسؤوله عن التصويت او صاله الاصوات فيما بعد جهه حياديه مش تبع الفيفا. كويس جدا. فاحنا في النهايه صعب جدا نتناقش في فكره ان فلان استبعد علشان هو مش يعني مش او يعني خسر علشان تظبيطات وتربطات، دي صعبه جدا جدا. ايوه ايوه مظبوط. تنظيم طبعا ممتاز مثالي بالنسبه لكل المتابعين. اهم مؤسسه رياضيه في العالم الفيفا بتنظم الشيء ده بشكل منتظم وسنوي، كل سنه افضل من اللي قبلها. احنا بنحاول دايما في الجاي بالنسبه لنا نتعلم ازاي ناخد الافضل عند الفيفا ونضيفه للكره المصريه، بحيث ان احنا ما نتوقفش في المرحله اللي احنا فيها بقى لنا 30 سنه. استاذ هادي، لا حضرتك لازم تنورني حلقه بقى بجد. لا بجد ان شاء الله ننسقها لما حضرتك تعود بالسلامه، وبشكرك جدا على هذه المداخله ونقلك كمان للاحداث الموجوده والكواليس اللي كانت في هذا الحفل.